السلام عليكم، مرحبا بكم طلاب الصف التاسع من أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق. حصتنا الآن الرياضيات ودرسنا هو حل أسئلة المراجعة. نيجي للسؤال الأول، حلل المقادير الجبرية الآتية إلى العوامل الأولية. نيجي لفرع ألف، 3 س زائد 12 تساوي، هنا نأخذ 3 عامل مشترك، بظل عندي س زائد 4، والس زائد 4 هي مقدار أول، هي مقدار أول، إذا بوقف. هيك بنكون احنا حللنا المقدار العوامل الأولية. نيجي للفرع ج، 12 عين تربيع ناقص 75. نيجي بس عندي عين تربيع وناقص، اذا رايحين نحلل فرق بين مربعين، لكن عندي 12 ليست مربع كامل وال 75 ليست مربع كامل، فلازم اخذ عامل مشترك على اساس انه يصير الاعداد مربعات كامله. نجرب ناخذ الثلاث عامل مشترك، بضل عندي 12 تقسيم 3 4، وهي عين تربيع ناقص 75 تقسيم 3 25، اذا صارت عندي الاربع مربع كامل وال25 مربع كامل، اذا بنحلل هسه هاي الثلاث نزلت، الاربع مربع كامل لاي عدد؟ للاثنين، عين ناقص ال25 مربع كامل للخمسه، احنا حكينا الفرق بين مربعين، الاول ناقص الثاني، في الاول زائد الثاني، هاي 2 عين زائد 5، هيك بنكون حللنا المقدار. نيجي للفرع ح، 81 ألف تكعيب زائد 24 بما انه عندي ألف تكعيب، اذا رايحين نحلل مجموع عندي زائد، اذا رايحين نحلل مجموع مكعبين، ال 81 ليست مكعب كامل وال 24 برضه ليست مكعب كامل، اذا برضه مرة ثانية نلجأ للعامل المشترك. نجرب ناخذ الثلاث، 81 تقسيم 3 27، هي ألف تكعيب، زائد 24 تقسيم 3 8، هي 8 تساوي 3، ال 27 مكعب كامل للثلاث وال 8 مكعب كامل للاثنين، إذا بتصير 3 ألف زائد 2 زي ما حكينا الأول زائد الثاني، القوس الكبير ناخذ من القوس الصغير، الأول تربيع 3 ألف تربيع، الثلاث تربيع بتصير 9، وهي ألف تربيع الإشارة نعكسها ناقص، الأول ضرب الثاني 3 ألف ضرب 2 بتصير 6 ألف، دائما موجب، الثاني تربيع 2 تربيع 4، هيك بنكون حللنا إلى عوامله الأولية. نيجي للفرع واو، ص تربيع ناقص 7 ص زائد 6 واللي تساوي، حكينا بنفتح قوسين نضع في كل منهما س، ننظر إلى إشارة الحد الثابت، إذا كانت موجبة إذا الإشارات داخل الأقواس متشابهة ونفس إشارة الوسط، إذا سالب سالب، بدي عددين حاصل ضربهم 6 وحاصل جمعهم 7 لأنه الإشارات داخل الأقواس متشابهة، حاصل ضربهم 6 وحاصل جمعهم 7 اللي هم 6 والواحد، هيك بنكون حللنا إلى عوامله الأولية. فرع زين، 3 عين تربيع ناقص 10 عين ناقص 25
هسه هذا معامل عين تربيع ليس واحد. نجرب ناخذ عامل مشترك، ما بزبط انه 25 ما بتقسم على 3 وال10 ما بتقسم على 3. اذا نضرب معامل عين تربيع بالحد الثابت. اضرب 3 ضرب 25، 3 ضرب 25 واللي تساوي 75. بدي عددين، حاصل ضربهم 75 وحاصل طرحهم، لانه شرط الحد الثابت سالب انه حاصل طرحهم 10 اللي هم عندي ال15 والخمسة، الخمسطاش والخمسة. فبحكي له هاي ثلاثة عين تربيع نزلت، دائما حكيت هاي الإشارة خليها زاد، العب الإشارة داخل القوس، تصير ناقص 15 وزائد 5، ناقص 15 وزائد 5، وهي عين وهي ناقص 25. لاحظ الناقص 15 زائد 5 لما تجمعهم مع بعض تصير ناقص 10. فإحنا هنا ما عملنا إشي، دخل العين داخل القوس واللي تساوي 3 عين تربيع. هاي 3 عين تربيع نزلت، عين ضرب ناقص 15، ناقص 15 عين وموجب 5 ضرب عين زائد 5 عين، ناقص 25. هسه زي ما تعلمنا، خذ كل ثنتين مع بعض، خذ هذول الثنتين مع بعض وهذول الثنتين مع بعض، شوف شو تصير معنا. في الأولى خذ الثلاثة عين عامل مشترك، هي أخذنا الثلاثة عين، شو بضل عندي؟ عين ناقص 5. وفي الثانية خذ الخمسة عامل مشترك، هي 5 بضل عندي عين ناقص 5، اللي 25 تقسيم 5 5. طيب طلع عندي صار هسه هان عين ناقص 5 وعين ناقص 5، هذول باخذهم عامل مشترك، شو بصير عندي؟ تساوي، خذ العين ناقص 5 عامل مشترك زي ما حكينا، بظل عندنا 3 عين زائد 5. الأولى أخذنا عين ناقص 5 ظل 3 عين، والثانية أخذنا عين ناقص 5 ظل زائد 5، وهيك بنكون حللناها. إلى عواملها الأولية نيجي لفرع ح، 3 س قوة 4 ناقص 3 س على 27 يساوي. هسا هان عندي نطلع هل نقدر ناخذ عامل مشترك بين المقدار الأول والمقدار الثاني؟ نعم، عندي الثلاث بقدر آخذ عامل مشترك من البسط، وعندي سين حكيت إذا ورد، حكينا إذا ورد في كل الحدود سين نأخذ سين ذات أقل أس عامل مشترك، فهان بدي آخذ الثلاثة وبدي آخذ السين، شو بضل عندي؟ المقدار الأول أخذنا الثلاث ضل واحد، ثلاث تقسيم ثلاث واحد، وأقصي عندي أربع سينات أخذنا واحدة بضل ثلاث، هي سين تكعيب ناقص، عندي من البسط أخذنا ثلاث سين شو بضل؟ واحد، أخذنا ثلاث سين بضل واحد على 27 واللي تساوي هي الثلاث سين نزلت. طيب يا تاسع، هسا احنا حكينا سين تكعيب مكعب كامل ناقص الواحد مكعب كامل وال27 مكعب كامل، الواحد مكعب كامل للواحد وال27 مكعب كامل للثلاث، فاذا القوس الاول بصير سين ناقص واحد على ثلاث. فحكينا القوس الكبير تضم من القوس الصغير، الاول تربيع، نعكس الإشارة، الأول ضرب الثاني، سين ضرب واحد على ثلاث بتصير سين على ثلاث زائد الثاني تربيع، الواحد تربيع واحد والثلاث تربيع تسعة، لأنه التربيع يوزع على الضرب والقسمة، فهان عندك قسمة ووزعنا القوة اللي هي التربيع عليه. نيجي للسؤال الثاني،
نيجي لفرع جيم صاد تربيع زائد 2 صاد ناقص 3 على صاد تربيع ناقص 9 واللي تساوي الأول عبارة تربيعية. نفتح قوسين ونضع في كل منهما صاد. إشارة الحد الثابت سالبة، إذا الإشارات داخل الأقواس مختلفة، واحدة موجبة واحدة سالبة. نجد عددين حاصل ضربهما 3 وحاصل جمعهما أو طرحهما 2. عندي 3 ضرب 1 3، 3 ناقص 1 2، والعدد الأكبر يأخذ إشارة الوسط، لأن 3 عند الموجب والواحد عند السالب. على المقام فرق بين مربعين 9 مربع كامل للثلاث، إذا صاد ناقص 3 في صاد زائد 3. هل في عندنا مقادير متشابهة بين البسط والمقام نقدر نحذفهم مع بعض؟ نعم، عندي صاد زائد 3 مع صاد زائد 3 بتروح، بيظل عندي صاد ناقص 1 على صاد ناقص 3، وهيك بنكون بسطناه. نيجي لفرع دال عين تربيع ناقص 8 عين زائد 16 على عين تكعيب ناقص 64 اللي تساوي، نحلل البسط ونحلل المقام. البسط عبارة تربيعية، نفتح قوسين ونضع في كل منهما عين. ننظر إلى إشارة الحد الثابت موجبة، إذا الإشارات داخل الأقواس متشابهة ونفس إشارة الوسط، إذا ناقص ناقص. بدنا عددين حاصل ضربهم 16 وحاصل جمعهم لأن الإشارات متشابهة 8، الأربعة والأربعة. 4 ضرب 4 16 و 4 زائد 4 8. المقام هو فرق بين مكعبين، الأول ناقص ال 64 مكعب كامل لأي عدد؟ للأربعة، أي أربعة. القوس الكبير نأخذ من القوس الصغير، الأول تربيع نعكس الإشارة، الأول ضرب الثاني دائما موجب، الثاني تربيع 16. هل في عندنا مقادير متشابهة بين البسط والمقام؟ نعم، عندي عين ناقص 4، عين ناقص 4 بتروح، شو بضل يا تاسع؟ عين ناقص 4 على عين تربيع زائد 4 عين زائد 16. وهيك بنكون بسطنا المقدار. نيجي لفرع واو سين تكعيب زائد 125 على 10 ناقص 2 سين. طيب البسط هو فرق بين مكعبين، الأول ناقص الثاني، 125 مكعب كامل لأي عدد؟ للخمسة. وحكينا القوس الكبير نأخذ من القوس الصغير، الأول تربيع نعكس الإشارة، الأول ضرب الثاني دائما موجب، الثاني تربيع. على خذ من هنا الاثنين عامل مشترك، بضل عندي خمسة ناقص سين. طيب نيجي هان، هل في عوامل في مشترك بين البسط والمقام بقدر احذفهم مع بعض؟ في مقادير بقدر احذفهم مع بعض بين البسط والمقام. عندي في البسط سين ناقص 5، لكن في المقام 5 ناقص سين. هسه هم نفسهم سين ناقص 5 و5 ناقص سين، لكن اشارات مختلفه. عندي في البسط سين موجبه وفي المقام سين سالبه. عندي في البسط الخمسه سالبه، في المقام الخمسه موجبه. إذا جتني زي هيك عادي بحذفهم مع بعض وبقول بظل سالب 1، أي سالب 1 بصير عندي.
تساوي سالب س تربيع زائد 5 س زائد 25 على 2. وهيك بنكون خلصنا السؤال الثاني. نيجي للسؤال الثالث. حلل المعادلات الكسرية الآتية. نيجي لفرع ب. س تربيع ناقص 36 على 2 س زائد 12 تساوي سالب 3. منه زي ما تعلمنا عشان نحل المعادلة الكسرية بنحلل البسط، بنحلل المقام، بنشوف إذا في اختصارات، وبعدين نضرب ضرب تبادل وبنشوف قيمة المجهول. طيب البسط فرق بين مربعين، س ناقص 6 في س زائد 6 على المقام، خذ الاثنين عامل مشترك، طلع عندي س زائد 6 واللي تساوي سالب 3. نيجي نشوف، يعني اختصار عندي س زائد 6 مع س زائد 6 بتروح، بيضل عندي س ناقص 6 على 2 تساوي سالب 3. طيب هسه بنيجي بنضرب ضرب تبادل، واللي ما له مقام شو مقامه؟ مقامه 1. فبصير عندي س ناقص 6 ضرب 1 بضلها زي ما هي، س ناقص 6 تساوي 2 ضرب سالب 3 سالب 6. نجمع 6، نجمع 6 للطرفين، بتصير عندي س تساوي 0. هيك بنكون خلصنا فرع ب. نيجي لفرع د. 5 س تربيع ناقص 2 س ناقص 7 على س تربيع ناقص س ناقص 2 تساوي 3. نيجي نحلل البسط، هو عبارة تربيعية، هو عبارة تربيعية، معاملها ليس 1، 5. نيجي نجرب ناخذ 5 عامل مشترك، ما بتزبط، فبنضرب 5 ضرب 7 واللي تساوي 35. حكينا هاي حلها على جنب وحط ناتجها عند السؤال عشان ما تغلب حالك كثير، ضلك تنسخ فيها. طيب فبنيجي بنقول 5 س تربيع، دائما هي حكيت حطها موجب، لان عددين حاصل ضربهم 35 وحاصل طرحهم 2 اللي هم بين 5 وال7. فبنقول ناقص 7 زائد 5، وهي س وهي ناقص 7. فهنا انا ما غيرت شيء، لانه ناقص 7 زائد 5 هي سالب 2، فبتصير 5 س تربيع ناقص 7 س، دخل السين على القوس، زائد 5 س ناقص 7. نيجي المقدار الأول، المقدار الأول نأخذ منه ال 5 س عامل مشترك، والمقدار الثاني الحين نخليه زي ما هو. نشوف كيف، نشوف المشترك بين الأول والثاني. فهنا بنأخذ سين عامل مشترك، بضل عندي سين خمسة، بضل عندي خمسة سين ناقص سبعة زائد، هاي خليها زي ما هي، أصلا شبه القوس الأول، أصلا شبه القوس الأول، خمسة سين ناقص سبعة. نيجي بناخذ الخمسة سين ناقص سبعة عامل مشترك، بضل عندي بالقوس الأول سين زائد واحد. أخذنا الخمسة س ناقص 7 عامل مشترك، في المقدار الأول ظل عندي س، في الحد الأول ظل عندي س، في الحد الثاني لما أخذنا الخمسة س ناقص 7 ظل عندي الواحد، فصفت لنا زي هيك. فبنقول له
5 س ناقص 7 هي تحليلها 5 س ناقص 7 في س زائد 1 على هاي عبارة تربيعية س تربيع مع عامل 1 فبنحللها عادي هي س س إشارة حد الثابت سالبة إذا واحدة موجبة وواحدة سالبة بدنا عددين حاصل ضربهم اثنين وحاصل طرحهم واحد اللي هم الاثنين والواحد اثنين ضرب واحد اثنين واثنين ناقص واحد واحد طيب لا تنسى العدد الأكبر يأخذ إشارة الوسط إشارة الوسط سالبة إذا الاثنين عند السالبة والواحد عند الموجب تساوي ثلاثة زي ما تعلمنا المتشابه بنحذف س زائد واحد مع س زائد واحد بظل عندي 5 س ناقص 7 على س ناقص 2 تساوي 3 نضرب ضرب تبادل نضرب ضرب تبادل واللي ما له مقام شو مقامه يا تاسع؟ مقامه واحد فبتصير عندي 5 س ناقص 7 ضرب 1 بظل زي ما هي 5 س ناقص 7 تساوي 3 ضرب س ناقص 2 نضرب الحدود كلها بالثلاث 3 س ناقص 2 ضرب 3 6 طيب ننقل زي برضو ما تعلمنا ننقل السين عند السين والعدد عند العدد فشو بتصير عندي 5 س ناقص 3 س لأنه لما ننقل نعكس إشارة اللي نقلناه 5 س ناقص 3 س تساوي ناقص 6 وناقص 7 لما ننقلها بتصير زائد 7 5 س ناقص 3 س 2 س تساوي ناقص 6 زائد 7 1 موجب 1 قسم على 2 قسم على 2 2 مع 2 بتروح بتضل عندنا س تساوي نص هيك بنكون اوجدنا قيمة س وبهيك حلينا المعادلة نيجي للسؤال الرابع بقول لي جد العامل المشترك اللي هو عين ميم ألف والمضاعف المشترك الأصغر ميم ميم ألف للمقادير الجبرية فيما يأتي احنا ناخذ فرع باء اول شيء ص تكعيب ناقص واحد وثلاثة ص تربيع ناقص ثلاث وص تربيع زائد اربعة ص ناقص خمسة الحل حكينا بنحلل المقادير كلها ص تكعيب ناقص واحد تساوي الأول الواحد مكعب كامل الواحد فالأول ناقص الثاني القوس الكبير ناخذه من القوس الصغير الأول تربيع نعكس الإشارة الأول ضرب الثاني ص ضرب واحد ص دائما موجب الثاني تربيع واحد تربيع واحد طيب نيجي للمقدار الثاني 3 ص تربيع ناقص 3 اول شيء ناخذ الثلاثه عامل مشترك بضل عندي ص تربيع ناقص 1 لما اخذنا الثلاث 3 تقسيم 3 1 ضل ص تربيع ناقص هي ناقص و3 تقسيم 3 1 هسه ص تربيع ناقص واحد هي فرق بين المربعين الاول ناقص الثاني الواحد هي مربع كامل للواحد فالاول ناقص الثاني الاول زائد الثاني نيجي للمقدار الثالث ص تربيع زائد اربعة ص ناقص خمسة واللي تساوي هاي عبارة تربيعية نفتح قوسين ونضع في كل منهما ص أي ص طيب إشارة الحد الثابت سالبة إذا الإشارات داخل الأقواس مختلفة واحدة موجبة
واحدة سالبة، بدنا عددين حاصل ضربهم خمسة وحاصل طرحهم أربعة اللي هم الخمسة والواحد. لا تنسى العدد الأكبر يأخذ إشارة الوسط، إذا هاي خمسة وهي واحد، إذا صاد زائد خمسة بصاد ناقص واحد. نشوف هل في هسا نيجي لعين ميم ألف تساوي، نشوف هل في شيء مشترك بين المقادير الثلاث. عندي المقدار الأول في صاد ناقص واحد، والمقدار الثاني في صاد ناقص واحد، والمقدار الثالث في صاد ناقص واحد. إذا عين ميم ألف تساوي صاد ناقص واحد. نيجي للميم ميم ألف. طيب احنا الميم ميم ألف حكينا أول إشي بنحط المشترك اللي هو صاد ناقص واحد، بعدين بننزل في الحد الأول صاد ناقص واحد أخذناها، إذا صاد تربيع زائد صاد زائد واحد. في المقدار الثاني الثلاث بنحطها في البداية، صاد ناقص واحد أخذناها بظل صاد زائد واحد. وفي المقدار الثالث صاد ناقص واحد أخذناها بظل صاد زائد خمسة، وهيك بنكون أوجدنا العامل المشترك الأكبر عين ميم عين ميم ألف، والمضاعف المشترك الأصغر ميم ميم ألف. نيجي للفرع د ب زائد ثلاث وب تربيع ناقص أربعة ب زائد ثلاث، وعندي اثنين ب. الحل ب زائد ثلاث هاي مقدار أولي ولا في عامل مشترك ولا في تحليل، فبتضل زي ما هي ب زائد ثلاث. نيجي للمقدار الثاني ب تربيع ناقص أربعة ب زائد ثلاث، واللي تساوي نفتح قوسين نضع في كل منهما ب. طيب طلع إشارة الحد الثابت موجب، إذا إشارة داخل الأقواس متشابهة ونفس إشارة الوسط، إذا سالب سالب. بدي عددين حاصل ضربهم ثلاث وحاصل جمعهم أربعة، الثلاثة والواحد، ثلاث ضرب واحد ثلاث، ثلاث زائد واحد أربعة. نيجي للحد الثالث أو للمقدار الثالث اثنين ب، ضرب ضرب زي ما هو اثنين ب. إذا عين ميم ألف هل في مشترك عامل مشترك بين الحدود الثلاث؟ ما في، الأول ب زائد ثلاث والثاني ب ناقص ثلاث في ب ناقص واحد والثاني اثنين ب. إذا عين ميم ألف حكينا واحد، مش لا يوجد ولا صفر واحد. نيجي للميم ميم ألف المضاعف المشترك الأصغر واللي تساوي برضو ما في شيء مشترك، إذا بننزل الحدود كلها اللي في المقادير الثلاث، هي ب زائد ثلاث في ب ناقص ثلاث في ب ناقص واحد في اثنين ب، وهيك بنكون أوجدنا المضاعف المشترك الأصغر. هيك بنكون خلصنا حصة اليوم يا التاسع، نراكم على خير إن شاء الله في الحصة القادمة.